بيك عزيزي المشاهد في برنامج اسأله ولن تسوقه. تعالوا نسمع مع بعض ونشوف سؤال الحلقة. إذا نام سائق السيارة 3 دقايق في الطريق السريع فمن المؤكد حدوث حادث مروع، فما بالك بإله الكون يموت 3 أيام؟ من الذي كان يسير الكون ويديره وإله الكون ميت؟ صح، عندك حق، بس الكلام ده لو احنا قلنا ان الله مات، لكن حاشا لله انه يموت. الله لا يموت ابدا. الكتاب يقول انه هو الذي له عدم الموت، هو الحياة نفسها. في كذا مشكلة هنا او كذا سوء فهم عامل كذا مشكلة. ففي سوء الفهم للموضوع التجسد نفسه، فالله لم يتحول من إله الى انسان، لكن الله مع بقاء الله تماما اتخذ جسدا. سوء الفهم الثاني هو عن الموت نفسه، فغالبا السائل بيميل ان الموت هو تلاشي الشخص، وده مش صحيح. وانا خلوني اشرح من خلال اللي بيحصل في الموت ايه اللي حصل مع المسيح. الموت الطبيعي لاي انسان يعني المعروف لينا كلنا هو انفصال الروح عن الجسد، الروح الانسانية عن الجسد، فترجع الروح لبارئها لله والجسد بيروح في التراب. ده الموت الطبيعي المعروف لنا كلنا. نروح للمسيح. قلنا ان المسيح انسان كامل واله كامل في نفس الوقت، فكانسان كامل له جسد وله كمان روح انسانية. ده غير الروح القدس، مش الروح القدس، روح انسانية. فاللاهوت او الجوهر الالهي اللي في المسيح هو الحامل للجسد الانساني والروح الانسانية، متحد بيهم مع بعض غير منفصلين عن بعض في اي لحظة. فاللي حصل في موت المسيح ان اللاهوت الله جوهر الله فصل الروح الانسانية للمسيح عن الجسد الخاص به، فمات المسيح. اما الجوهر الالهي فيه فهو حي لا يموت، ويحتوي الروح الانسانية والجسد بعد الموت. وبعد الموت وفي القيامة ايه اللي حصل؟ اللاهوت مثلا رد الروح الانسانية للمسيح لجسده بعد مرور الثلاث ايام. اذا الله الجوهر الالهي في المسيح لم ولا يموت. عزيزي المشاهد فكر في اللي كويس. مستنينك الحلقة الجاية في اي سؤال، اي سؤال مهما كان، لان برنامجنا اسمه اسأله ولن تسوق.